أي إنسان يعاني من نقص المشاهدات ونقص الاشتراكات. افعل شيئا واحدا فقط، يعني الشيء اللي حنعطيه لك دركا ركز عليه يرحم والديك. هذا واش حنقول لك انا اكثر من هكا. شرحنا بزاف الدروس، هضرنا في بزاف مواضيع، تكلمنا في بزاف طرق. يا سيدي انت ما دير حتى حاجه من هذا، ما تعرف والو ما دير حتى حاجه من هذا. عندك حاجه واحده ديرها، حاجه واحده ركز لي عليها، لانه التركيز عليها او تطبيقها مستقبلا ستكون ايجابيه على قناتك. تاكد من هذا، جربتها انا شخصيا، وهي قانون من قوانين اليوتيوب. الناس بزاف ما تكلموش عليها انه ما يعرفوهاش، لانه ما تخصصوش في القوانين القديمه، لانه كاين امور بزاف قديمه الناس ما قراتهاش، الناس يقراو غير جديد. اذا كاين حاجه اسمها العنوان وصندوق الوصف. القانون في اليوتيوب يقول لك انا كجوجل او كيوتيوب، انا كي نحب نقرا الفيديو تاعك ما نعرفش الموضوع تاعك، انت تقول بلي هذا الموضوع هو لعبه فري فاير، ولا هذا الموضوع هو طبخ، ولا حلويات، ولا فلوج. انت تقول، انت راك تقول كي عندنا ندير لعبه فري فاير مثلا، ندير لعبه، فيديو تاعي هو عباره عن لعبه. انتم تطبقوا هذه الفكره على اي فكره، على اي قناه تاعكم، اخباريه، مواضيع طبخ، نسائيه، كما تحبوا. حنا نفترضوا نديروا لعبه فري فاير. هذه لعبه فري فاير انا لعبتها، سي بون، يا لعبتها يا شرحتها، هي فيها بزاف امور. اليوتيوب ايضا كي تنزلوا ولا جوجل مازال ما يعرفش فري فاير ولا الفيديو تاع اللعبه تاعك فري فاير في اي مجال. اسكو الشرح ولا لعبه باش تستمتع، ولا حوايج اخرى تاع الهاكر، ولا مازال ما يعرفش. اذا واش نديرو حنا؟ كاينه حاجه اسمها الفيديو. بعد ما دير الفيديو تاعك، دير الهدف من الفيديو تاعك، انا حاب نلعب لعبه فري فاير باش نستمتع. اذا واش ندير؟ ما نديرش عنوان كانه شرح، لا، ندير عنوان جذاب جدا باش نستمتع حتى وان كان مضل. يعني ندير فيديو خروج فلان وحش، ولا قاتلني وحش في اخر ستاج، مانيش عارف انتم العنوان تاعكم تاع اللعب واش ديروا، لكن لازم تكتبوا اسم اللعبه، ولازم تكتبوا واش صرف اللعبه ديك فكره. يعني تمد حاجه مثلا وصلت ستاج النهائي، مثلا درت حاجه ما درهاش واحد اخر، دير حاجه دير فضول في هذاك الشخص اللي يتفرج هذا اللعب. اذا لازم يكون عنوان جذاب. هنا مازال اليوتيوب ماهوش مصدقك باللي انت درت لعبه فري فاير، ما كانش، مازال مش مصدقك، هي مجرد عنوان، قال انت مدير لي حاجه اخرى، مدير لي فيلم برك باش تكذب على الناس. اذا انا كي ندير العنوان وندير اللعبه مطابقه، يعني فري فاير موجود الفيديو على فري فاير، اذا درت اللعبه حنلعب معناتها مطابقه للموضوع، معناتها الانسان كي يدخل ماهوش حيخرج، معناتها المتابعه اللي كيدخل على باله بلي حيلقى اللعبه ذيك، وعلى باله بالعنوان حيكون ابري مطابق. الشيء السر انه في الموضوع هذا، لكي يتاكد اليوتيوب ولكي يقترحك مستقبلا وليس حاضرا، يعني ممكن يقترحك في الحاضر، ولكن احيانا تستغل، يعني تلقاها تدي لكم تدي وقت باش يراجع اليوتيوب ويتاكد. اذا تاكد بان الفيديو هو فري فاير، وتاكد بان العنوان هو فري فاير عن طريق، كيف نعرفوا باللي اليوتيوب تاكد؟ عن طريق النقرات. يعني انسان كي ينقر كي يضغط معناتها هذا العنوان جذاب، وكي يدخل ويتفرج الفيديو مدة أطول من دقيقة، معناتها هذا الفيديو ماهوش كذب، لأنه إذا كان هذا الفيديو كذب على العنوان، العنوان خاطي والموضوع واحد آخر، كي ندخل حنخرج، ندخل نخرج، فسيلاحظ اليوتيوب بأن أعداد كثيرة خرجت، دخلت خرجت، معناها عنوان مضلل، أوتوماتيكيا حيعرف بعنوان مضلل والفيديو كذب، فلن يقترحها على اليوتيوب مرة اثنين ثلاثة، ما يجيش يعاونك. هذه باش نتفاهموا فيها بزاف، وقنوات بزاف قديمه دارت الغلطه هذه، ولا بدون قصد انه مخبروا لافامي تاعهم باللي انا نزلت فيديو، وخبروا صحابهم باللي نزلت فيديو. هذوك الناس اللي عاونوك الاولين، هذوك اللي هما لافامي تاعك ولا هما اصدقائك، يقولوا لك باللي دخلنا الفيديو تفرجناه واستمتعنا به وبرافو يعطيك الصحه، يكومونتيو لك. شكون اللي قال لك انت باللي هم باللي هذو لافامي وهذو الناس اصحابك واصدقائك اللي باعثين من الفيديو انت الاولين بارطاجيتيهم؟ شكون اللي قال لك باللي دخلوا تفرجوا وبالك دخلوا وعاودوا خرجوا؟ يعني بمجرد انسان يدخل ويخرج، قلت لكم اليوتيوب يسقط الثقه فيكم، ما يبارطاجيلكش الفيديو، عليه تلقى الفيديو ما ينجحش، عليه تلقى قنوات كثيره ما تنجحش، لانه اصلا انت فرصيتي او بعثتي هذا الناس لافامي تاعك ولا بعثتي اصدقائك، وهذو الناس ما همش مهتمين بالمحتوى تاعك، فقط يدعموك بالكومنتار فقط. الناس تقول تدعم بالكومنتار، الناس حتفرح، اه ما يهمك تكتب لي كومنتار، لا هذا خطا، انا ما عندي ما ندير بشخص ما يشاهدش الفيديو تاعي ويجي يحط لي كومنتار ونروح.
بالعكس راك تضرني انا شخصيا وضر قناتي. علاش؟ لان اليوتيوب باش يتاكد من احصائيات العنوان تاعك والموضوع تاعك يتاكد عن طريق دخول او النقرات الناس كي تدخل. انا كي ندخل الفيديو تاعك ندخل نتفرج اكثر من دقيقه او دقيقتين خلاص، معناتها اليوتيوب يقول لك بلي هذا الفيديو صادق، مازال هذا الانسان دخل كليكا ودخل وتفرج دقيقتين حاجه مليحه. بصح الانسان انا ندخل يا خاطي نخرج، ولا انا من لافامي تاعك ندخل كومونتي ليه ليه هكا تاع دز لك برك فيديو باهي، ولا نقدم هكذا برك نخربش الفيديو نقدم مش نفهم ابري ونقول لك راه الفيديو هايل، ولا نتفرج لك دقائق الاخيره ونقول لك راني تفرجت الفيديو كامل نطلع لك حاجه من الفيديو الاخر وتخرج. هنا معناتها فيديو تاعك مضلل، معناتها اليوتيوب ما تساعدكش. نجي انا نجي فلان نجي فلان نجي فلان، اي انسان بارطاجيتي له يدخل يخرج كومونتي يدخل، تلقى لي كومونتير بزاف، الاشتراكات بزاف والمشاهدين ما كانش. هذه راهي كارثه جماعه. عليها كنقول لكم انا ناكد لكم باللي كي دير العنوان جيد ممتاز جذاب 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 يا جماعه، مش تخيلوا كلمات العسل جذاب، تلوحوا حاجه تتقرع عيج. اللي ما يعرفش قرا عيج هو مانيش عارف، انا الشخص يحب يفهم واش هي ديك الحاجه، شو هذا العنوان واش من وراه، ما ديروش شرح، ديروا عنوان صغير وفيه تقرا عيج. هذاك الصندوق الوصف يا جماعه لازم عليكم تشرحوا لليوتيوب واش هو هذا الفيديو، تكتبوا فيه على الاقل يا جماعه نقول على الاقل ثلاثه اسطر على الاقل ثلاثه اسطر، الاولى السطر الاول الثاني الثالث. سما قداه يولي عندكم؟ يولي عندكم سطر تاع العنوان، سطر من صندوق الوصف، سطر من صندوق الوصف، سطر من صندوق الوصف، يعني عنوان وثلاثة أسطر من صندوق الوصف، أربع أسطر هنا يقدر اليوتيوب، وربع الأسطر هذه تاع صندوق الوصف، ومش تكتبوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقناة، لا هذا خطأ، لازم تكتبوا في صندوق الوصف مباشرة، يا اسم القناة يا الوصف الموضوع، يا تكتبوا أي شيء، تكتبوا أي شيء من هذا الموضوع. لازم تختاروا كلمات أساسية مشهورة في كل المجالات أو في مجالك الخاص بك أنت في الفيديو اللي شرحتي فيه. إذا كانت لعبة جيمر فري فاير فتحاول تجيب أكبر نسبة كلمات مستعملة في الألعاب، تكتبها في ثلاث أسطر مع كتابة لعبة فري فاير، تأكد عليها وتكتبها بعدة طرق، لازم تعودها تكتبها بعدة طرق، تكتبها بالعربية، تكتبها بلونجلي، تكتبها تكتب لعبة، تكتب جيمينج، تكتب أي الكلمات المشهورة. هذا هو صندوق الوصف اللي حيساعدك باش فيديوهات تقترح مستقبلا، يعني ما كانش أكثر من هذه. إذا أنت ما درتش هذا حوايج ما لما تلوم ولا لوم غير روحك، ما تقولش فلان راه ما دار والو ونجح، يا أخي هذاك ربي أعطاه مش اليوتيوب اللي عطاه، هذاك ربي عطاه، مدى لا عنوان لا صندوق الوصف صور مصغرة مدى والو، الفيديو تاعو ممتاز، الفيديو في حد ذاته ممتاز، بمجرد انك تحط فيديو نتاع ما فيه والو تأكد بلي اليوتيوب سيقترحه على آلاف من الناس، تأكد أكد، الفيديو تاعك يا جماعة، أي إنسان يحط في اليوتيوب، يحط روحه بلي كيحط فيديو واحد ما يتفرجوا، لا هذا خطأ. حتى لو كان عندك صفر مشترك وهذا نفتح قناتك، ولو كان دير فيديو ممتاز ممتع ممتع من الداخل، ما حطيت لا عنوان ما والو، الخوارزميات اليوتيوب اوتوماتيكيين راح تفهم واش كاين في الفيديو ابري برك، هما عندهم الذكاء الاصطناعي، بمجرد ان يبارطاجيوها اليوتيوب بعد وحدها اوتوماتيك تفرقوا على الناس باش تشوف قناه جديده لازم تعاونك، كي تبارطاجيه لعده اشخاص راح تشوف اسكو هذا الفيديو اسكو هذا الفيديو ساعد الناس وما ساعدش، اسكو تفرجوه دقائق كثيرة وما كانش. إذا شفت بلي هذا الفيديو تفرجوه مدة دقائق كثيرة جدا، يعني تقريبا خلصوا الفيديو، معناتها هذا الفيديو ممتاز، راح تحاول اليوتيوب تفهم هذا الفيديو وراه، وشو الموضوع تاعو، راح تشوف كيف تعرف، راح تشوف على حسب الناس واش راهم يحوسوا، مثلا أنا حوست على لعبة فري فاير، وخرجت أنت، أبري خرجت أنت، تفرجتك. معناتها اليوتيوب راح تبارطاجيك على حساب هذا التصنيف هذا تاعها، لانك انت ما كتبت والو، وراح تنجح وتجيب الملايين المشاهدات وعادي. هذه جماعه قليل ما تصرى، هذه تبقى على حساب الشخصيه، اذا كنت انا نعرف نهضر واذا كنت انا فيديوهاتي ممتازه راح تنجح بلا عنوان بلا صندوق وصف. بصح ماهمش الناس بكل هكذا، واليوتيوب مش حتعاون الناس بكل بهذه الطريقه، وماهمش بكل حيجيبوا الملايين فرد نهار سبحان الله، وماهمش بكل صناع المحتوى في نفس الوقت الناس بكل تتبع وتفرج. لا دير حسابك بلي كاين صناع المحتوى وكاين الناس يتفرج، الناس يتفرج كي نجي الموضوع انا نهز ونروح نرقد خلاص، ما نبقاش نحوس على الموضوع هذا 10 خطرات. تخيل لعبه فري فاير داروا 10 من الناس ومليحه بكره في 10، اسكو اليوتيوب حيقترحهم في 10؟ ما كاينش منها، حيختار واحد زوز سي بون، من 10 حيختار زوز، هذو اللي بارطاجيهم فقط خلاص، تفرجهم جابوا الملايين سي بون، الباقي حيجيبوا شوي 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 شوي،
هذه هي يا جماعه. انت ثاني يبقى انشر، انا قلت لكم كثره النشر او ما نقولوش كثره النشر على حساب الجوده، يعني الاستمراريه في النشر، لازم تنشر على الاقل مره في 3 ايام ولا مره كل يوم، هذه احسن حاجه. ما تزيدش فوق مره في 5 ايام، يعني مره 5 ايام راك طولت، لازم مره في 3 ايام وتبقى تنشر تنشر لايام وشهور وسنوات. وحتلاحظ بلي يوما ما سيقترحك اليوتيوب غصبا عنه، لانه دي فوا ما يلقاش قناه اخرى طلقت، لكن تري طلقت الوحيد راح مباشره ينزل الفيديو تاعك وينشر. هذه يا جماعه لازم تركزوا على العنوان وصندوق الوصف، ابسط حاجه كيما تعدوا تعرفوا حتى حاجه، اكتبوا عنوان ووصفوا الفيديو تاعكم في ثلاثه اسطر، سهل خلاص. اذا ما درتوش هذا انتوما المشكل ماهوش مشكل في اليوتيوب. نلتقي في مقطع اخر، ما تنساوش خاطر تشتركوا في القناه، تضغطوا لنا لايك وتديروا لنا الكومنتار من تحت، وجاك محبين نهضروا مواضيع باش تفهموها بيا. سلام.